كريم ماما طاقة وجدران هانات قبحروف. مدرستي أعظم مدرسة يا نبع العلم والنور. نعلامة كريمة معطاء وجدرانها ناتقة بحروف. أطرها كفأة ولطافة أطرها كفأة ولطافة وصيتهم عالي مشهور. مدرستي راها معلامة واللي شك يجي ويشوف. أطرها كفأة ولطافة أطرها كفأة ولطافة وصيتهم عالي مشهور. مدرستي راها معلامة واللي شك يجي ويشوف. الجديه والحزم في التعامل والتسيير ديال التعليم عن بعد بحيث انك يديروا الحضور في ظل هذه الجائحه. كل واحد كيحضر كينوطي بانه راه حضر، زياده على التزويد ديال الدراري بواحد المطبوع فيه الدروس كامله والتمارين كامله. وتيصيفطوا لهم تقريبا الدروس كلها من خلال الواتساب زوم تيمز مايكروسوفت. اون بليس بان وقت ما جينا للمدرسه الباب ديالها راه مفتوح ديما، لا الاستاذه فوزيه لا السي سميدي لا السي عبد الرحيم، الاطر كلهم راه وقت ما جينا عندهم كيحلوا لنا الباب، كندخلوا كنناقشوا معاهم عندنا شي مشكل ولا شي حاجه، ما عمر الباب كان مسدود. ثانيا شخصيا خدام ما وقفناش في الخدمه، خلص الواجبات ديالي كامله. علاش؟ باش نتعاون مع المدرسه، لان كاينين الناس هنا خدامين خصهم يتخلصوا. المدرسه ما ديكلاراتش حتى شي واحد في لا سي ان اس اس، دونك هاد الاساتذه اللي كيتعبوا وصيفطوا لنا هاد الدروس عن بعد باش غيتخلصوا، دونك حنا كنتعاونوا معاهم. المدرسه بغات دير حلول مع الناس الاخرين اللي ما خدامينش، هذاك الشيء بيناتهم، ولكن حنا مادام انا خدام خصني نتعاون مع المدرسه. انا جد فخوره بهذه المدرسه اللي كتقوم بواحد المجهودات جباره ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، بالكفاءه ديال الاساتذه والاستاذات والمعلمين والاطور، وهذا الشيء كل شيء راجع للتسيير ديال المديره تبارك الله عليها الله يحفظها. وبالنسبه لان التعليم عن بعد كان في الاول كان شويه الصعوبات، من الحمد لله تبارك الله بالتسهيلات ديال الاساتذه وبالمعلمين انهم كيسهلوا باش كنتواصلوا معاهم، وداك الشيء الحمد لله النتائج جد جد جيده. ولدي الحمد لله كيتفهم الدروس كاملين وعارفهم وفاهمهم، وهذا الشيء كيف كنقول لكم من الاول بطريقه ديال التعليم عن بعد طريقه ناجحه جدا في هذه المدرسه. على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي مؤسسة في المستوى، وخير دليل على ذلك هو أنا جيت هنا شخصيا غير عندي واحد الوليد كان السنة القادمة السنة الفارطة كان جاب معدل 17.85 في السنة في البكالوريا، وجيت على الخوف ديالي لهذه المؤسسة ذات نهار فهمتيني. داك الشيء علاش جيت باش نبلغ واحد الخطاب اللي هو خطاب الأولياء الأمور باش ما نهدموش هذه المؤسسة ولا هذه المقاوله هذه، وباش يعني يكون واحد النوع تاع في التخاطب تاع المؤسسه يكون واحد الخطاب تاع اقل من 16 مارس الى اليوم. ودرت من مرحلتين، المرحله الاولى هي مرحله ارسال الفيديوهات اللي كنا كنصوبوها هنا في المؤسسه، بحيث ان المؤسسه تحولت الى ورش ديال التصوير ديال الدروس من 16 مارس الى 31 مارس، وكنا كنستعملوا فيها واحد المجموعه ديال التقنيات بما فيها جوجل درايف بما فيها وي ترانسفير الى اخره، باش نصيفطوا للتلامذ هذوك الفيديوهات. بون سي فري حنا لقينا واحد المجموعه ديال المشاكل في الاول، مشاكل ديال ان التلاميذ كانوا الاباء ديالهم ولا هما يتبدلوا التليفونات واللي ما عندوش بريد الكتروني الى اخره، كانت واحد المجموعه ديال المشاكل ولكن تحلت في الثلاث ايام الاولى. مزيان، ابتداء من 5 ابريل
بدات الدروس على مصطلح تيمز ومجموعات واتساب. فإلا شفنا العمل ديالنا اللي هو بدا انطلاق من أربعة في شهر خمسة من خمسة في شهر أربعة إلى اليوم في مصطلح تيمز وفي نفس الوقت في واتساب، بحيث أننا هنا كنشوفوا أن التلميذ هو عندنا الحضور ديال التلامذ، دونك كنلقاو مثلا هنا صفر غياب، واحد غياب، صفر غياب إلى آخره، وإلا كان شي تلميذ حنا نماركيو هنا على انه مثلا الا كان مريض الا تدئس لوغسك لي ديكونيكتي كنماركيو ليه، وممكن نماركيو هنا بواحد النقطه زرقاء مثلا الا تجاوبنا معاه ملي كنهضروا معاه مثلا في تيمز وكنتجاوبوا معاه وكيعطينا الجواب ديالو صحيح ولا خطا الى اخره، كنماركيو ليه بانه هنا راه عندنا، والا التلميذ ما جاوبناش كنديروا ليه واحد النقطه حمراء بحال هنا هكذا مثلا. اذا هنا كاين عندنا احصاء ديال التلامذ وكنضبطوا التلامذ اللي هما حاضرين في الدروس وكيتجاوبوا معنا من انطلاق من الاول ديال شهر ابريل تقريبا. حتى الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على معلم البشريه الاول وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. تحيه تربويه للجميع، وبدايه اود ان ارفع افضل عيد الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذه الجائحه ونعود الى عملنا كما تعودنا. كما هو معروف اجتاحت المملكه المغربيه العزيزه جائحه فيروس كوفيد كورونا، وتم تقرير الحجر يوم 14 مارس، بالتالي في هذا اليوم تم رفع ايضا جميع اساليب التعلم داخل المؤسسه، ويوم 16 مارس عقدت المؤسسه اجتماعا جد طارئ من اجل وضع اللبنات الاساس لكيفيه التعامل مع هذه الوضعيه الحرجه. وخلال هذا اليوم اي يوم 16 مارس تم تاسيس لجنه لليقظه برئاسه الاستاذ عبد الاله السميدي، خلالها تم وضع جميع اللبنات الاساس لكيفيه التعامل، وبالتالي انطلقنا بسرعه فائقه حيث تم تحويل المؤسسه الى ورشه او ان صح التعبير الى استوديو للتصوير يشمل 12 قاعه لتصوير الدروس، وتم ارسالها الى التلاميذ. ونظرا لان المؤسسه على يقظة كاملة، فقد تم التنبؤ إلى أن التلاميذ ليس جلهم يتوفرون على بريد إلكتروني، فتم الاتصال بأولياء الأمور من أجل تزويد المؤسسة بالبريد الإلكتروني للتلاميذ، ومن ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي تسجيل الدروس عبر خدمة فتحة إيد جلول، مربية المستوى الثاني تمهيدي لغة عربية بمؤسسة صوفيا. أرحب بكم بهذا المنبر الإعلامي المتميز والجاد في إيصال الحقيقة للرأي العام. إذا كما قالت صديقتي وزميلتي في العمل الأستاذة المحترمة بشرى البسطاط، فبمجرد تعليق الدراسة الحضورية تم المؤسسة عقدت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بأطرها التربوية والإدارية والخدماتية من أجل أن نستعد ونتجند لخوض تجربة التعليم عن بعد، وكما تعلمون فالتعليم عن بعد هو تجربة أولى يخوضها المغرب ككل، وهنا بروح مواطنة وميدالية الكل لبى النداء وتجند، وبالتالي قمنا بطرح مجموعة من الدروس المصورة في المنصة الرقمية المخصصة للمؤسسة، وقمنا كذلك في بداية شهر أبريل بتعزيز هذا المنتوج الرقمي بمنتوج ورقي، وذلك من أجل دعم وتثبيت مكتسبات أطفالنا وتلامذتنا الأعزاء في الدروس المصورة من خلال مجموعة من الأنشطة والورشات. كذلك قمنا بالتواصل المستمر والمتواصل مع أبنائنا وفلذات كبدنا عبر تطبيق الواتساب. زين. وهنا تبين لنا بأن التعليم عن بعد كان فعلا ناجحا بنسبة عالية من خلال تجاوب الكبير والتفاعل الفعال والجيد للأطفال والتلاميذ مع المربيات والأساتذة. مؤسسة ديال صوفيا كأطر استثنينا من هذا الضرر خصوصا المادي،
تستثنينا منه. علاش؟ لاننا توصلنا بجميع المستحقات ديالكم الماديه ديالنا شهريا الى الان الى يومنا هذا الى يومنا هذا بدون انقطاع او اقتطاع او تاجيل نهائيا لجميع الاطر. وهذا ترجع للتدبير المحكم ديال الاستاذه والطاقم اللي معاه الاستاذه فوزيه العبيد اللي كنقدموا لها جزيل الشكر لان حمتنا من هذا التاثير البالغ ومن هذه الاضرار ديال هذه الجائحه. ورغم اننا يعني بانها رغم انها ضمنت لنا جميع الحقوق ديالنا في الضمان الاجتماعي. Parents et petits, regardez bien les enfants, notre ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans la ferme, les enfants? Il y a l'écurie, l'étable, le poulailler, la mare. Essayez de travailler à distance. Alors les enfants, soyez au rendez-vous et soyez sages et attentifs. Aujourd'hui, on va faire des devinettes comme le Kissat Machar à Tafattuh Al-Ilm. سوف نقوم بتصنيف الحيوانات حسب الغذاء. لدينا حيوانات تتغذى على اللحوم، ولدينا أيضا حيوانات تتغذى على الأعشاب. التي تتغذى على اللحوم تسمى حيوانات. Comme je vous avais dit, donc on va commencer par la chimie et je vais lire tout doucement. Les transformations chimiques peuvent être totales ou non totales. Ça, vous le savez. Un argument et on l'attaque, hein, on rejette une cause, on l'attaque, et ben on doit utiliser tout pour prouver que cette thèse, que cette théorie est fausse, n'est pas tenable, je la refuse, je l'accepte pas, je la condamne. عناصر استثناء ثلاثة هي المستثنى من المستثنى وأداة الاستثناء. لا أتحدث عن الحكم الآن. الحالة الأولى من الاستثناء. إذا النعت الحقيقي يتبع ما قبله في ويطابقه في جميع الحالات. إذا سنستخرج أوجه المطابقة من خلال هذه الأمثلة. All right. So imagine that you had the chance. My favorite singer is Kim Casey. All right. So imagine that you had a chance to interview this favorite singer or favorite actors. Favorite actor, what questions would you want to ask? What would you ask him or her? مدرستي زهرت الأزمان نور العلم يدوي عليها ياقوتا نور الإمكان ويحكي التاريخ عليها مدرستي زهرت الأزمان نور العلم يدوي عليها ياقوتا نور الإمكان ويحكي التاريخ عليها يلي هارب من حرمان حضن مدرستنا تتشافى حضن مدرستنا تتشافى يسمو شانك بالعلوم من الجهل تتعافى من الجهل تتعافى Vous ne me connaissez pas, je suis une maman qui perd ses enfants qui a porté dans son ventre. Vous voulez savoir ce que j'ai tout simplement, on me fait du mal. Je suis l'air, sans moi, toutes les espèces qui existent périront. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخترت رفقة بعض الزملاء أن نتقاسم
قراءاتنا امتثالا لتوجيهات اساتذتنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في البدايه احب ان اخبركم بشغفي الكبير بقراءه الروايات والقصص. I want to thank our dear director, our beloved Fouzia Benabid, for having shown an immense interest in continuing our study despite the difficult. Je saisis donc l'occasion de saluer les efforts fournis par tout le corps professoral, notre établissement, pour le contenu riche. On a choisi le Sayyid al-Mudira Fouzia Benabid et Assassinatina Fouzia. مدرستي زهرة الأزمان نور العلم يدوي عليها ياقوتا نور الإمكان ويحكي التاريخ عنيها. مدرستي زهرة الأزمان نور العلم يدوي عليها ياقوتا نور الإمكان ويحكي التاريخ عنيها. يلي هارب من حرمان حضن مدرستنا تتشافى حضن مدرستنا تتشافى. يسمو شانك بالعلوم من الجهل تتعافى من الجهل تتعافى. يلي هارب من الحرمان حضن مدرستنا تتشافى حضن مدرستنا تتشافى. يسمو شانك بالعلوم من الجهل تتعافى من الجهل تتعافى.